كما قلت لك كنا تنتمناو انه تكون واحد البدايه عن الانتصار، لانه تنعرفوا الان في البدايه ديالنا في الملعب هذا اون ادوميني لو ماتش كما شفت الكره هذا، ولكن دي زوكازيون كما بقاو عندنا. هذا هو الفوتبول، هذا الفوتبول غنستافدو منه. بالنسبه لي انا نكون واقعيين مع مع مع, مع المباراه اللي لعبنا، الخدمه اللي طلبت من اللاعبين ديالو يقدموها، لورغانيزاسيون ولا حتى لو فور فيزيك ولا حتى لورغانيزاسيون، يعني انه كاين واحد البوابه ديال الحسنه، الا انه الا بغينا نفس على لا فخص بزاف الحوايج تا هما يتزادوا، ولا لا الخدمه ديالنا لا ولا كتقويات لعب الجمعه ان شاء الله. علاش غتخدموا اليومين اللي باقا باش تبانوا مجهزين في الماتش ديالكم؟ هو كاين جوج الحوايج اللي نقدروا نستنتجوا من هذه المباراه، هو انه لافاز الاخرى في الملعب كما تنعرفوا تنخرجوا الكره في لافاز الاولى والفاز الثانيه، ولكن الفاز الثالثه ماشي افيكاس. حتى الفرص اللي جاونا واخا قلال ما استغليناهمش. هذا راه حتى اللي فتح اللي تكتلوا بثمانيه داع اللاعبين، واخا الا كنت تدوميني ما خاصك هذا ويلي هذا، لانه كونترا داك ان بيت هذا، هذا الحوايج اللي نستافدوا منهم. اللي كما قلت لك حنا ما لعبناش مع فريق صغير، لعبنا فريق اللي هو منظم ودومينينا الماتش، ولكن خاصك تستغل الفرص، تكري الفرص اكثر، وتحاول ديفونس مود كومبلي كونسترو. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.